بعد ريمونتادا رائعة، الأهلي يبدع ويمتع في الشوط الثاني ويفوز على المقاولين 3-2 بأهداف طاهر محمد طاهر، محمد شريف وقفشة. نروح لملعب المباراة مباشرة ومعانا كابتن سامي قمصان مع زميلنا محمد توفيق. اتفضل يا محمد. اهلا بيك كابتن ايمن، برحب بحضرتك وضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك لحضرتك ولكل مشاهدينا ولكل جمهور النادي الاهلي. فوز يمكن صعب وحلاوه الفوز زادت من صعوبته، ومعانا كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق. كابتن سامي، يعني اداء ولا اروع في الشوط الثاني ورومونتادا رائعه، واعتقد يعني التغييرات ووقفه حضرتك مع ميسي وموسيماني اعتقد اتت بثمارها والتغييرات اديت المطلوب. طبعا تحياتي كابتن ايمن، ومبروك طبعا ليك ومبروك لجمهور النادي الاهلي. مباراه صعبه زي ما انت قلت، يمكن صعوبتها طبعا ان احنا كنا متاخرين، ان انت تتاخر بهدفين في الشوط الاولاني وترجع الحمد لله يكون عندك افضليه طول الشوط الثاني وفرص. الحمد لله التغييرات اثرت معانا، عملت معانا نتيجه ايجابيه جدا. لكن انا عاوز اقول ان احنا برضو قبل الاهداف كنا بنأدي كويس جدا، وكان عندنا كذا فرصه لبواليا، يمكن لو كانت سهلت الماتش اكتر، لكن ربنا الحمد لله كان معانا عشان اللعيبه اجتهدت اكتر وادت مباراه اعتقد لها كبيره جدا وعوده كبيره جدا ليهم، ودي بتدل على شخصيتهم. اللعيبه كبيره، لعيبه بتقدر يعني فاهم يعني ايه مسؤوليه اللي انت بتلعب شيرت النادي الاهلي، قاتل لحد اخر وقت. اعتقد الحمد لله ببريك لهم، وان شاء الله اللي جاي افضل لينا باذن الله. زي ما حضرتك اشرت كابتن سامي، اعتقد الشوط الاول كان فيه اكثر من فرصه لولتر بوريا، في كره طلعت على خط الجون، لكن زي ما قلت ما كانش فيه توفيق. لكن الشوط الثاني الحمد لله التوفيق كان معانا. اتكلمنا على التغييرات، واعتقد كان فيه وقفه وقفتها انت ومستر موسيماني، اعتقد كنت تفوا بعد ثلاثه، اعتقد التغييرات كمان زي ما بقول جابت يعني حققت اهداف. يمكن انا كل مره بتكلم معاكم هنا خصوصا في قناه النادي الاهلي ان الراجل عنده ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه الموجوده. الحمد لله احنا اللعيبه اللي موجوده الاساسيه النهارده كانت ادت مباراه كويسه، لكن كان عندنا ثقه اكبر في اللعيبه اللي بره، وهي دايما اللي بتقدر تعمل الفرق. يمكن قبل كده يمكن وليد سليمان كان من اللعيبه اللي يعني بتبرز الدور ده كبير جدا يعني، وبتقدر تاثر في نتيجه المباراه. يمكن ده اللي اتكلم عليه الراجل في خلال قبل المباراه وبين الشوطين، اكد عليه ان اللعيبه اللي بره هتبقى تاثر في نتيجه المباراه. واعتقد الحمد لله النهارده شريف ومروان وصلاح وكل اللعيبه اللي نزلت حتى برضه نفس القصه، فاعتقد الحمد لله ادت مردود كويس جدا. الحمد لله كان ربنا موفقنا زي ما انت قلت في التغييرات، وراجل فكر كويس من خلال المباراه، واعتقد الحمد لله النتيجه الحمد لله كبيره لينا. وزي ما قلت لك بقى ان شاء الله عندنا مباراه اهم الفتره اللي جايه نركز فيها ان شاء الله ونقدر نحققها باذن الله. ان شاء الله كابتن، هل كنتوا قلقين شويه من يعني غياب التوفيق؟ يمكن مباراه البنك الاهلي، النادي الاهلي مضيع اكثر من 10 اهداف مؤكده، والنهارده الشوط الاولاني برضه استمرار لسوء التوفيق، هل كنتوا قلقانين ولا كان في ثقه من الفوز ان شاء الله؟ والله يمكن انت شفت حتى تغييراتنا الحمد لله، والراجل نفس القصه بيتكلم ان احنا عندنا ثقه ان شاء الله ان احنا هنكسب. في اوقات كتيره طبعا التوفيق ما بيبقاش معاك، لكن لان ما فيش حد بيملك التوفيق دوت، يعني انت بتملك اسباب واللي انت بتتعب وتجتهد، وده الحمد لله اللي احنا عملناه. يمكن زي ما انت قلت الماتش اللي فات كان عندنا فرص كبيره جدا ما قدرناش ان احنا نستغلها، لكن النهارده الحمد لله استغلنا الفرص اللي جات لنا بشكل كويس، واعتقد ان نتيجه مرضيه لينا والنتيجه تعوض الماتش اللي جاي، وان شاء الله الماتش اللي جاي افضل وافضل باذن الله. التوفيق اللي جاي ان شاء الله كابتن، اللي جاي بقى يعني مباراه كبيره برضو امام بيراميدز، طبعا في ضيق وقت في تفكير في كاس عالم الانديه، لكن للاسف ما فيش رفاهيه الوقت انك عندك وقت انك تفكر في اي حاجه غير المباراه عشان يعني ما تبعدش في المنافسه على لقب الدوري. هتستعدوا ازاي وهتكلموا مع اللعيبه ازاي في الكام يوم الفاضلين؟ هو كل المباريات مش مباراه بيراميدز بس هي اللي صعبه، يعني كل المباريات اديك شفت النهارده مباراه عامله ازاي، بيلعب فرقه مميزه جدا، كابتن عماد من المدربين المميزين في الدوري. قبل كده الماتش اللي فات برضو قصاد البنك الاهلي، قبل كده سيراميكا، فاعتقد ان الدوري السنه دي مش زي السنه اللي فاتت خالص. يعني الفرق كتيره مستعديه جدا، فرق كتيره بتلعب قدام البطل باقصى حاجه جهد ممكن ده اللي احنا بنعاني فيه. لكن انت زي ما انت قلت ونقطه مهمه جدا يمكن الكابتن ايمن طبعا وضيوفه يتكلموا فيها، اللي انت بتتكلم في ضيق الوقت اللي احنا بنعاني منه. الحاجه الاكثر برضو نفس القصه الاصابات اللي احنا بنعاني منها خصوصا كورونا، اللي انت بتبقى ممكن عندك تصورات في المباريات بتفاجئ طبعا. النهارده في ناس بتطلع بره القائمه، في ناس بتجي لها كورونا، في ناس بتتصاب، فاعتقد الحمد لله ان شاء الله نتغلب على الحاجتين دول، وان شاء الله نوصل ان شاء الله لكاس العالم ان شاء الله، واحنا ان شاء الله في كل اللاعبين في جاهزيه تامه يعني، وان شاء الله نحقق ان شاء الله نتائج ايجابيه باذن الله. اخيرا كابتن سامي، طمنا على بدر بانون، يمكن خرج من قائمه المباراه قبل المباراه بلحظات، ويمكن ده عمل ركه شويه في الحسابات قبل المباراه. يمكن هو ده اللي انا كنت بكلمك عليه، يمكن بدر، ويمكن امبارح برضو اكرم توفيق نفس القصه. طبعا انت بتبقى عامل تصور على شكل معين للفرقه او تشكيل معين للفرقه فبتتفاجئ يعني، لكن
النهارده هو كان عنده برد كده شويه بدري، يعني يمكن قبل المباراه بساعات بسيطه يعني، لكن الحمد لله ياسر النهارده ادى مباراه برده طيبه جدا، خصوصا لو بقى له فتره ما بيلعبش، ولكن هو ادى اداء مميز جدا هو وايمن، فالحمد لله وان شاء الله يرجعوا اللعيبه لينا بالسلامه باذن الله. شكرا كابتن، بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامو انصار المدرب العام لفريق النادي الاهلي، الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، متواصلين مع حضرتك في تغطيتنا الخاصه هنا من ملعب الاهلي والسلام. وكلمه ليك كابتن ايمن، ضيوفك الكرام. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق. كابتن شريف، الف الف مبروك، فوز صعب ولكن فوز حلو يا كابتن ايمن. بصراحه هذا هو الاهلي يا كابتن ايمن، هذا هو الاهلي. ريمونتادا طبعا حمراء بلغه تيشيرت النادي الاهلي، ومن جميع الوجوه حمراء الحقيقه. جميل جدا ان لعيبه النادي الاهلي يحسوا بالمسؤوليه ويفرحوا جماهيرهم ويعملوا مباراه زي دي. بس خلينا يعني نقف كده عند كام نقطه لازم تنفعنا او تنفع الجهاز الفني الحقيقه في الشكل اللي جاي بعد كده. انا شايف ان من مباراتين او من كذا مباراه فاتت مستر موسيماني يملك عنده لعيبه، حكايه تدويره بقى هو يدورهم الدقيقه 60 الدقيقه 40 الدقيقه 50 دي بتاعته طبعا، انما احنا شفنا بالشكل اللي هو تاني تايم في مباراه المقاولين النهارده ان فريق النادي الاهلي يملك لاعبين يقدروا يخلصوا المهمه من اول شوط ومن اول خمس دقائق ومن اول 10 دقائق، بيمرروا الكره كويس قوي، بيتحركوا لبعض كويس قوي، في هارموني بينهم كويس قوي، وشفناه قبل كده في مباريات سابقه. سبب ان هو دايما بيلجا للشوط الثاني او بيخلي عنده كتيبه لعيبه جامده جدا بالنسبه لهم نفسيا، اللعيب كمان واحد زي مروان محسن النهارده لما نزل تحس برده ان هو ايه غايب بقاله كتير قوي، انما كنيرف النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي الراجل هيأدي، الراجل هيحاول يشوط، انما صلاح محسن الناس دي كلها لازم تبقى قريبه قوي يا كابتن اسامه، كابتن ايمن. ليه؟ لان احنا داخلين على تدوير وكاس عالم انديه وحاجات كتير قوي، وانا اسمح لي ان انا بتكلم بلغه المشاهد مش المحلل فقط يعني، فانا كمشاهد لما اشوف فيه طفره كبيره قوي بتحصل دايما في تاني تايم بلعيبه موجوده عندي في هارموني كان شغال كويس قوي، كهربا ومحمد شريف ومحمد طاهر، هو مش عيب ابدا ان انا يبقى حسين شحات بياخد تاني تايم، الاسماء عندي هي المنفذه، الاسماء عندي هي اللي ماشيه. عندنا المثل انا طول عمري بلعب اللي تكسبه لعبه، الشكل اللي هو مهدد كل الفرق والشكل اللي هو رايح ونفسه مفتوحه، بواليا بواليا يخش تاني تايم مع محمد شريف جوه مع محمد طاهر، مع تحركات فرقه بحالها، مع اجهاد خصم معاك في الملعب، يعني ماتش النادي المقاولين العرب بيلعبك عايز يسرقك، سرقك في جولين باخطاء عندنا، باخطاء في العمق عندنا، باخطاء من حارس مرمى، انه ما عملش اي حاجه تذكر، ما مش اللي هو الفرقه اللي انا اتاخر معاها بهدفين واعمل الريمونتادا دي ويحصل لي الضغط النفسي ده كله. فرب ضاره نافعه، انا النهارده لما اتاخر بهدفين وارجع بثلاث اهداف واقدر اجيب الرابع والخامس والسادس على اسامه وهو قاعد معايا يقول لي كابتن انت قلقان ليه؟ انتوا قلقانين ليه؟ احنا هنكسب بس نجيب الجون الاولاني. الراجل عنده مدرب وحاسس بشكل الملعب، حاسس بشكل الدنيا شغاله فيها، وبحييه طبعا على هذه الروح، وبحيي كابتن عادل، وبحيي كابتن علاء، وبحييك انك احنا انا وانت عندنا بصراحه نيرف عالي شويه، عندنا خوف شويه، عندنا بنخاف ان احنا نتاخر نقطه او نقطتين او ده مش ده وضعنا الطبيعي. انا وضعي الطبيعي يا كابتن ايمن الشكل اللي انا بشوفه من اللعيبه ومن الجهاز الفني تاني تايم. انا بقى شايف الشكل اللي في الملعب ده شكل عشوائي بالنسبه لي، انا ما عنديش ارتكاز خالص. ده ملخص الماتش. ملخص مش ملخص، ده انا ما عنديش ارتكاز النهارده. اتنين اللي انا كنت شايفهم ديانج وحمدي فتحي دول انا ما شفتهمش في حاله ارتكاز واحده. تسليمه كوره عند ياسر ابراهيم انه يسيب الراجل يستلم، او ايمن اشرف يسيب الراجل يخش جوه ال 18 ويصوب، وما فيش، ما بخشش ما اخدوش واطلع لبره، ده اي بي سي الديفندر انه ياخد الفيرويد ويروح واخده وطالع بيه لبره على اساس انه ما ينفذش. هو بص يا كابتن شريف، شوط اول للنسيان متهيألي. بص يا كابتن ايمن، الراجل اللي اسمه فاروقه ده انا لو كوتش العب 90 دقيقه على فاروقه ده، اديك شايف فاروقه ده عامل ازاي. بص يعني حاجه بصراحه يعني ما ينفعش انا ابقى عندي الحس ده في الملعب. وقلت لك في اول المباراه ايه، انا اللعيبه دي لازم تعرف انا هكسب منين. ايوه انا لازم اشوف الشورتج فين اللي انا هخش منه. ايوه واحد زي علي معلول، انا مش هفضل اقول كل ماتش علي معلول علي معلول علي معلول، ما هو علي معلول كمان عايز
اتنين تلاته بيخشوا له واحده على القريبه واحده على البعيده. واديك شفت كام عرضيه النهارده علي معلول علي معلول ومحمد طاهر وبعد الفترات بعد اللعيبه الثانيه خدت بالك حصل لها الايقاع الريتم الاحساس يعني في حاجات كتير قوي في الملعب النهارده ضد ومع صحيح. انما انا عايز اخد بقى ايه اللي معه واشتغل بعد كده عليه. انا مش هركب دماغي وافضل اقول اه هو ده 4-2-3-1 اللي بلعبها. انت مش هتقدر تلعب كده في كاس عالم انديه. انت عندك شكل هجومي مطالب بيه ده نوك اوت. ايوه دي ما فيهاش انت لو كسبت الماتش الاولاني ان شاء الله تلعب على البرونزيه تلعب على ثالث عالم على الاقل يعني. يبقى لازم انا اخد الماتش ده تغيير وتدوير لنوعيه اللعيبه اللي عندك. أيوة. وانا من حق ان انا وانا بتكلم ان انا اشوف الرؤيه دي لان هو اللي ادهاني برده اللعيبه دي اللي ادتهاني. اكيد في دروس مستفاده هو هيستفاد طبعا من الماتش ده. انا مش أكيد. مش دروس مستفاده بس انا عايز اتنفذ. ايوه مفيش يعني خدت بالك ما بطلعش بقى اقول ايه في ناس يعني بتركب معاها الحكايه وعايز ينفذ الشكل وعايز يرجع لنفسه. لا انت خلاص ربنا اداك الطريقه. أيوة. النو هاو بتاع الحكايه. أيوة. كمل بقى وانت معاك الاعذار كلها انت يعني ما بقالكش كتير معانا يعني. أيوة. جود لك للماتشات الجايه باذن الله. كابتن علاء الف مبروك. شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء والاصرار على العوده شفناها كلها الشوط الثاني. الله يبارك فيك يا ايمن. طبيعي انك هيحصل كده الشوط الثاني والناس كلها كانت بس كله يعني ساكت وزي ما بيقولوا حابس انفاسه عشان عايز الجول الاول بس. صح. لان طبيعي الاهلي هيجيب جول الاول خلاص. انا الموضوع عندي انا كان بالنسبه لي بتفرج الهدف بس الاول الاهلي يجيبه بعد كده متاكد ان المباراه بتبقى للنادي الاهلي. وفعلا هدف اول جه بدري والتوقيت بتاعه كان ممتاز. هدف ثاني وثالث وممكن يجي الرابع كمان. اللي حصل الشوط الاول ده ما حصلش من تفوق للمقاولين. يعني لما تيجي تبص المباراه كلها كده بهدوء بقى 2-0 دي مش عشان المقاول متفوق عليك في حاجه خالص. يعني انت الشوط الاول ممكن انت لعبت اداء متوسط بس الفريق المنافس ما عملش حاجه خالص. ما عملش حاجه بالظبط. ما كملوش 200 وهدف يعني في حظ كبير قوي وهدف الثاني خلاص اتكلمنا فيه. لكن لما تيجي تتكلم عن المباراه كمباراه لا الشوط الاول يعني انا قلتها كلمه مقتنع بها لحد دلوقتي. فريق البنك الاهلي كان عنده شكل على المقاولين. يعني البنك الاهلي كان بيلعبك بيدافع وقافل كويس وصفه منظمه. المقاولين مش باين اذا كان بيدافع ولا بيلعبك نص ملعب. وحتى ما كان بيرجع نص ملعب هات اي لقطه في الشوط الاول ايمن لعيب الاهلي يمسك الكوره ومساحات موجوده. بس احنا حته ان انت الضغط الهجومي قليل جدا تهديدك على او تهديدك بمعنى صح على المرمى في الشوط الاول قليل جدا. الضغط برضو والضغط مش كويس. حتى لو ما بتضغطش ايمن صح. انت برضو الشوط الاول مستحوذ لان الفريق الثاني ما بيعملش حاجه. يعني معلش باحترام المقاولين بس فريق ما كسبكش 2-0 صح. يعني ما يعني مش ده لما حد يشوف الشوط الاول ويقول النتيجه 2-0 تحس ان المقاولين عمل شوط جامد على النادي الاهلي. لكن لا الشوط الاول احنا اللي ضيعنا الشوط الاول واحنا رجعنا الشوط الثاني بشخصيه النادي الاهلي بلعيبه النادي الاهلي. يعني اللقطه بتاعت الهدف الاول بص اللعيبه بتاعت الاهلي عامله ازاي. الهدف الثاني يلا عشان نجيب الهدف الثالث. انت عايز تتكلم هنروح بس الملعب مباراه مع زميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اهلا بيك مره ثانيه كابتن ايمن. يعني معانا دلوقتي كابتن صلاح حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. يعني كابتن سيد الف مبروك فوز. اعتقد صعوبه المباراه خلت الفوز بقى اغلى واعتقد يعني زي ما عهدناكم النادي الاهلي بمن حضر ورغم كل الظروف لكن الحمد لله فوز كبير النهارده يؤكد روح وقيم النادي الاهلي. الحمد لله طبعا. يعني المباراه كانت مهمه جدا وكانت يعني في اولها كان ممكن يبقى فيها يبقى عندنا كان عندنا فرصه او اتنين في اول 20 دقيقه كانت ممكن تبقى برضو تريحنا شويه. لكن هي دي الكوره يعني عامله زي الدنيا بقولها كتير جدا. يعني عامله زي الدنيا في لحظه بتبقى انت ماسكها ومسيطر عليها وفي لحظه بتلاقيها بتهرب منك وبتروح بعيد جدا عنك. يعني ده اللي حصل في الشوط الاول. الشوط الثاني يمكن احنا دخلنا اللعيبه وقلنا لهم حالتنا احسن واحنا احسن بس طالما احنا عايزين حاجه هنحققها باذن الله بس باخلاص شويه بهدوء شويه ما يبقاش في اي عصبيه ولا اي نرفزه خالص. يعني بلاش التعليق حتى على اي قرارات فيها تحكيميه بلاش اي انفعال زايد يخرجنا عن الماتش او يخرج من تركيزنا ويضيع الوقت. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا كرم وقدر طاهر وشريف وقفشه ان هم يحققوا لنا المكسب وناخد الثلاث نقط. يعني كابتن سيد هل كان في قلق شويه من غياب التوفيق يمكن مباراه البنك الاهلي الاهلي ابدا اكتر من 10 فرص محققه النهارده برده نفس الفكره في الشوط الاول. هل كان في قلق من غياب التوفيق شويه عن الفريق؟
معلش طبعا هي الكره كده بتحصل فيها ايام بتبقى انت مش بتروح كتير جدا وممكن ربنا ما يبقاش موفق، وفي اوقات تانية بتبقى بتروح بعدد اقل وربنا يوفقها، لكن في النهايه الحمد لله طبعا على كل شيء. كان مباراه مهمه جدا بتاكد معاني كتير جدا في عندنا وبتاكد معاني كتير جدا في كره القدم يعني، لكن في النهايه زي ما انا قلت يعني المكسب كان مهم جدا بالنسبه لنا. اقفل الصفحه تماما بكل ما فيها بقى بشوطها الاول بشوطها الثاني باهدافها بكل حاجه، ونستعد للمباراه. طبعا هي مباراه قويه جدا في مشوارنا والدوري، مباراه مع بيراميدز يوم الثلاث ان شاء الرحمن، خصوصا انها هتسبق السفر لكاس العالم للانديه ان شاء الله. يعني محتاج تعليق على اكثر من حاجه، اولا طبعا عقوبه الشناوي تقليصها من 4 مرات لمباراه واحده، تعليق حضرتك ايه؟ مش عايز اعلق على حاجات بقى خلاص انتهت وخلصت يعني، مش عايز اعلق على ده يعني، دايما عايز نحط تركيزنا واهدافنا في الفتره اللي جايه اللي احنا عايزين منها يعني، خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لنا. ايه تاني؟ التجديد يعني زي ما بنقول احنا بدانا مرحله البناء للفريق، دلوقتي بقى يعني زي ما بنقول تثبيت الركائز والاركان، التجديد لعلي لطفي، التجديد لمحمد شريف، تعليقك يعني كل اللي بس تمديد يعني، هم اساسا عقودهم مستريه وكل حاجه، لكن احنا بنمدد العقود يعني. طبعا ده يعني شغل ماشي فيه بشكل كويس يعني امير توفيق، واللعيبه طبعا بالنسبه لنا يعني عناصر مهمه جدا وعناصر ليها يعني تواجد في سواء في الفتره الحاليه او الفتره اللي جايه واهميه بالتاكيد يعني. احنا بنمشي في خطوط يعني متوازيه مع بعض، فخلينا بنركز في المباريات واهميتها، وفي نفس الوقت على الجانب الاداري او التحضيرات سواء كان للدوري او لكاس العالم للانديه او حتى في افريقيا في الفتره اللي جايه. طلع حضرتك يعني زي ما اللي فات ان عايز حكام دوليين، استمرارا للسيناريو ما فيش حكام دوليين، وكان لغط تحكيمي كبير جدا سواء في الشوط الاول او الثاني. مش عايز اتكلم والله برضو يعني، برضو مش عايز اتكلم، خلينا نعدي الماتش ده على خير يعني، عدى على خير يعني. ما اعرفش هل في كره انا احساسي في الشوط الاول ان في واحده في اول دقيقتين هي الكره الوحيده اللي يعني ممكن اكون بشك فيها، وفي كره لحسين السيء لحسين الشحات، فمش عارف مش عايز اعلق كتير برضو عشان ما يعني الكلام كل الدنيا مباحة تتكلم الا احنا يعني، فمش عايز اتكلم كتير، خلاص المباراه انتهت زي ما قلت، وخلينا نحضر لمباراه بيراميدز اللي هي يوم الثلاث لان هي مباراه قويه جدا جدا يعني. الموضوع برضو مرتبط بمباراه بيراميدز، المطالبه بحكام اجانب، تعليق حضرتك ايه؟ احنا يعني ان بيراميدز طلب حكام اجانب، ويمكن في انباء عن اتحاد الكره رفض يعني احضار حكام اجانب للمباراه. يا سيدي اللي يطلب يطلب، يلا خير ان شاء الله. شكرا كابتن. يعني الفتره الجايه معلش يعني يمكن في برضو الناس مشغوله شويه بكاس العالم للانديه، هل ده واخد من تركيز اللعيبه في الفتره دي وضيق الوقت وعندكم مباراه مهمه؟ يعني ما تقلش اهم يعني عندنا بطوله كاس العالم للانديه، ولكن مباراه بيراميدز والنهارده مقاولين، كل دي مباراه مهمه جدا في مشوار البطوله. طبعا يعني اكيد الناس كلها بتفكر في اهميه البطوله وبتتابع اخبارها وبتتابع الفرق اللي وصلت لها، ده شعور طبيعي جدا وحاجات لا اراديه عند البني ادمين يعني، وعند الناس اللي هي دايما بتروح للهدف الاقوى يعني. لكن زي ما انا قلت يعني دايما الواحد بيفكر في الواقعيه في الفتره اللي جايه وفي الفتره اللي انت عايشها في الفتره اللي بتمر بيها الدوري يعني، مش عايزين يبقى في لا قدر الله في يعني بعد شويه، لكن بعد ما نخلص ان شاء الله الرحمن، بعد ما نخلص بطوله العالم ان شاء الله الرحمن بقى نفضلهم باذن الله. كلمة أخيرة لحضرتك لجمهور النادي الأهلي، تطمنوا من جمهور النادي الأهلي يعني، كان حتى الجمهور اللي كان موجود القليل والناس حتى على وسائل السوشيال ميديا ما كانش فيه شك إن النادي الأهلي حقق الفوز، والناس كان كلها ثقة. تقول لي للجمهور ده؟ أقول لك إن أنا قلت كده للعيبة، وموسيماني قال كده للعيبة بين الشوطين يعني، أنا قلت لهم مواقف الأهلي وتاريخ الأهلي دايما بيجي من اللحظات اللي زي كده يعني، عمرك ما هتبقى نجم أو بتبقى يعني واحد من الناس الأساطير في الكورة غير لما بتمر بمواقف صعبة وبتحلها وبتتفوق عليها وبالتالي بتبقى نجم يعني. يعني بطولة زي أفريقيا، بطولة زي الدوري في مشوارها الصعب، بطولة زي السوبر، بطولة زي الكاس يعني، بيمر عليك حاجات صعبة جدا فبتحلها. قلت كده للعيبة وموسيماني قال كده للعيبة، أهم حاجة بس إن احنا نبقى متأكدين جوانا إن احنا هنكسب. أنا كان عندنا التأكيد ده يعني، حتى الواحد وهو قاعد على الدكة بيحسبها يعني، بعد ممكن نجيب جول في الدقيقة 52-55 وبعدين نتعادل في الدقيقة 65-70 هيبقى لسه فضل تلت ساعة يعني، أنا بحسبها كده. ممكن تقول في ضرب من الجنون لكن هي كده ساعات يعني، المهم إن أنت يبقى في أمل شديد جدا بتسعى له، لازم تبقى عارف كويس قوي، المهم تبقى واثق في امكانياتك وقدراتك. احنا بنثق في كل اللعيبه، طالما لبست تيشيرت النادي الاهلي انا واثق فيك، المهم كمان انت تثق في نفسك ان انت تحقق المكسب يعني. شكرا كابتن، بتمنى لكم التوفيق ورب النادي الاهلي دايما في فوز وانتصارات. شكرا يا فندم. كابتن ايمن، دقق لقاءنا مع كابتن سلف الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، الكلمه ليكم لضيوفك الكرام. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. كابتن اسامه الف مبروك، شوط اول للنسيان وشوط ثاني ولا اروع، هنسمع من حضرتك ردك ايه اللي حصل وايه اللي اتغير الشوط الثاني،
ولكن بعد الفاصل. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه الف مبروك، شوط اول لنسيان وشوط ثاني ولا اروع. ايه اللي حصل الشوط الثاني؟ الحمد لله مكسب كبير وصعب، لانه انك تكون مغلوب 2-0 الشوط الاولاني، دي بقى روح النادي الاهلي واصرار اللعيبه والجهاز واخر وقت. ممكن اي فرقه ثانيه تيجي لها احباط وتياس ويحصل لها مشاكل كبيره، لكن النادي الاهلي يعني مش من المباريات اللي في تاريخ النادي. جول طاهر اهو يا كابتن الاولاني. طبعا هدف جميل جدا، توقيته زي ما الكباتن قالوا علاء وشريف انه توقيته جه حلو قوي. احنا قلنا اهم حاجه يجي الجون الاولاني صح، عشان اللعيبه تاخد ثقه في نفسها. وده طبعا برده جون رائع لمحمد شريف ومن حمدي فتحي رجعها له كويس، لكن كان هدف الاولاني مهم جدا عشان اللعيبه تثق في نفسها. لو الوقت بيمر طويل وانت مغلوب 2-0 طبعا الثلاث اجوان احلى من بعض. حلو من صلاح محسن برضو اللعبه دي لقفشه. التفكير سندها له كويس قوي، وقفشه صحيح برؤيه كبيره حطها في الزاويه البعيده. يعني اتفضل يا كابتن. الجون كان مهم عشان يدي ثقه للعيبه، لان لو الوقت ضاق شويه ومثلا بص يا كابتن ده ما كناش بنشوف الشوط الاول. ماشي، بس برضو الشوط الاولاني خلي بالك احنا اللي ضيعناه. يعني احنا اتفق تماما مع الكابتن علاء وشريف انه المقاولين ما كانش ليه هجمات خطر. انت الجون الاولاني فيه توفيق كبير جدا، اتشاطت وضربت في ركبه ايمن اشرف ودخلت. بص كام لعيب من لعيبه المقاولين دلوقتي بره الكوره. طبعا ما هنا في خطا. انت عايز تتكلم نشرح الهدف ولا؟ اتفضل. الكوره طبعا المقاولين عامل كثافه في الجبهه اللي فيها الكوره، لكن اللي هي المنطقه العاميه اللي احنا بنقول عليها ما فيهاش عدد مظبوط. طاهر موسع لنفسه كويس جدا، الطبيعي انه لازم يكون هنا امير عابد اللي هو الباك رايت اللي هو داخل في العمق كده، او حد من الاخوات باسم، لازم حد يبقى هنا. لكن مش واحد، بص الاربعه دول اللي ورا بعض دول. واحد 2 3 4 5 6 7 لا الاربعه دول، بص الاربعه دول على 3. طبعا موقف خاطئ جدا من دفاع المقاولين، ورؤيه كويسه جدا من محمد طاهر. القرار جيد كمان، تنفيذ جيد. وعلى فكره نزول محمد طاهر كان يعني من نقط التحول في اداء النادي الاهلي، لانه علي معلول طبعا طول الماتش كويس، بس كمان لما نزل طاهر عمل شغل معاه كويس جدا ناحيه الشمال، وبذل جهد كبير دفاعا وهجوما، وقدر يجيب جون حلو، وطلع علي معلول في اكتر من كوره سهلها له ان علي معلول يعمل كرات عرضيه خطيره الشوط الثاني. فنزول طاهر كان مؤثر جدا، فالاداء طبعا اتحسن كتير الشوط الثاني. بس الاكتر من انه الاداء والروح اتحسنوا في الشوط الثاني، كمان التوفيق كان معاك. ما دي نقطه مهمه. انت الشوط الاولاني علي معلول جات له كره في اول دقيقتين جون، يعني اللي هو حطها في جسم حسن شاهين، كان ممكن يشيلها تشيب باص. بواليا جات له واحده وراه بربع خطوه، قفشه تقريبا لعبها له او حسين الشحات، جون فاضي. وفي المقابل المقاولين هدف فيه توفيق كبير قوي الاولاني، تضرب في ركبه ايمن اشرف وتخش. والثانيه طبعا بنعذر علي لطفي، بيقعد مسافات يعني وقت طويل قوي ما بيلعبش، يعني يلعب اتاخر شويه في الطلوع، يعني كره ميته، يعني طبيعي ان هي بتاعته. بس هو اداؤه اتحسن كتير جدا، علي لطفي اتحسن اداؤه كتير جدا الشوط الثاني. فاستغلال الفرص مع تغييرات اللي حصلت، لعبنا براسين حربه في بعد نزول ديانج وبواليا، بعد خروج ديانج وبواليا ونزل شريف ومروان محسن، واستمرنا عليها، عملت كثافه اكتر جوه ال 18 رغم ان فيها مخاطره في الجزء الخلفي، لكن ده طبيعي لانك انت مغلوب 2-0 يعني. كانت فكمان التوفيق ان اول ما نزلوا بدقيقه الجون الاولاني جه، فدى ثقه للعيبه النادي الاهلي، واتهزت ثقه لعيبه المقاولين شويه. والمقاولين كمان ما كانش عنده طموح ان هو يهاجم ويجيب جول تاني. لا 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 خالص. ما هو خلاص، ما هو احنا قلنا من الاول خالص، من قبل حتى الجونين، المقاولين هيفضل مدافع 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 ويلعب على هجمه مرتده. صحيح. والجونين جم كده مع التوفيق اللي فيهم، وهو استمر على اداؤه كده. والاهلي الشوط الثاني جاب 3 اهداف، وكان ممكن جدا يحرز الرابع وخامس، لكن طبعا الوقت كان خلاص، لانه بعد التعادل اعتقد ان لعيبه المقاولين نفسهم
احساسهم انه هيتغلب يعني بعد مزبوط. التعادل 2-2 اعتقد مستنيين الثالث يعني ما حصلش صح. منهم حتى رد فعل خلص. لا دفاعي صح. بشراسه ولا حتى هجومي مؤثر يعني صحيح صحيح. فمبروك طبعا للنادي الاهلي يعني. كابتن عادل الف مبروك. شفنا ماتش تاني الشوط الثاني وشفنا عدم وجود لنادي المقاولين وحتى الارقام تبين يعني النادي الاهلي النهارده نسبه الاستحواذ 60-40 التمريرات 539 للاهلي 250 للمقاولين 14 تصويبه على المرمى مقابل 6 للمقاولين 20 كره عرضيه مقابل 7 للمقاولين وكل معظم ارقام المقاولين كانت الشوط الاول. طيب نقول يعني الشوط الاولاني زي ما الكباتن قالوا للنسيان. يمكن انا عايز اقول لك حاجه لازم برضو نقول للاعيبه النادي الاهلي حاجه مهمه قوي. ايوه. والجهاز كمان يعني لازم نحسهم على الامر ده. مش كل مباراه هتقابل مقاولين عرب في الرجوع. ايوه. يعني انت لو في كاس العالم للانديه ومش هترجع الرجوع ده مع فرقه قويه لو حصل حاجه من دي، عشان كده لازم الشوط الاولاني ما يبقاش للنسيان دايما، لان مباراه كره القدم 90 دقيقه. ده رقم واحد. رقم اتنين والمهم، طب ما تيجي نقول لهم ان احنا الشوط الثاني بادئينه على طول على اللعيبه، يعني بمعنى ايه؟ ان اداء الشوط الثاني يبقى زي الشوط الاولاني يبقى زي الشوط الثاني. صحيح. وده مهم جدا للغايه، احنا المكسب مش مخلينا، يعني انا دايما بقول كده، مش عايز المكسب يقول عندنا اخطاء لازم نعالجها، انت فاهمني يا كابتن ايمن؟ ايوه كابتن. في اخطاء مهمه. بص الجول ده يا كابتن، 5 من لعيبه النادي الاهلي على 3 من المدافعين بس من المقاولين في هجمه للنادي الاهلي، الجول الثاني. انا موافقك، لو في فرقه، انا يعني مع احترامي للمقاولين العرب، لو في فرقه بتقف كويس كانت تعبتك اول الشوط الثاني. ايوه. لكن اول المقاولين العرب انه ما كانش اداؤه كويس. الحاجه الثانيه المهمه، ادائك بقى كلاعيبه نادي الاهلي الشوط الثاني قوي جدا. صحيح. في اصرار غير عادي، انا نفسي الاصرار ده يبقى من الاول. بص التنظيم الهجومي هنا، لا وحاجه تانية الشراسه الهجوميه اللي اتعملت من لعيبه النادي الاهلي، ده واحد. مظبوط. واحد عندنا اسمه علي معلول ما شاء الله عليه. صحيح. يمكن اعلى واحد كل الخطوره بتاعه الشوط الثاني في النادي الاهلي من ناحيه علي معلول. تخيل انت لو الناحيه الثانيه زي علي معلول هتبقى اداءها كويس قوي، النادي الاهلي هيبقى عامل ازاي؟ يعني انا ببارك للعيبه النادي الاهلي على الروح العاليه دي قوي، وببارك ان هم اصرارهم ورجوعهم، ودي حاجه كويسه. لكن مش كل مره تسلم الجره زي ما بيتقال. صحيح. مش كل مره هضيع من ايدي شوط وعشان اعوض الشوط الثاني، صعب جدا، بالاخص لو الخصم قوي فنيا. صحيح. بالاخص لو الخصم بيعرف يقف صح. أيوة. بالاخص لو الخصم بيعرف يلعب على المرتده كويس. أيوة. انت الشوط الثاني حزمت فرقه المقاولين بلغه الكوره، ضغطت عليهم في كل حته في الملعب، خليتهم ما يبقوا يعني المفترض تكسب اكتر من 3 كمان، يعني احنا نكسب اكتر من 3، ما راحوش على الجون ولا مره الا يمكن مره ولا حاجه، وده وضع طبيعي جدا لانك انت عامل ضغط كبير قوي، ضغطت عليهم في كل حته في الملعب. انت شوف ده الجون الثالث يعني خلينا يا كابتن، بص طاهر محمد طاهر الجون الاولاني مهاره عاليه قوي، ومن ناحيه الشمال التحرك بتاعه، الجون ده بتاع صلاح محسن عملها كويس. حلو. وقفشه كمان. صحيح. الفكر بتاع قفشه كويس قوي، انه مش حاططها بقوه. مزبوط. هو حاططها في زاويه. والحاجات دي مهمه، زي جون علي معلول الكره الاولانيه لو كان شالها من فوق الجون بهدوء وبالراحه كانت دخلت. هي دي الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها، اللي عايز اتكلم فيه انه لازم الشوط الاولاني يبقى في جمال الشوط الثاني، في قوه الشوط الثاني، في تكتيك الشوط الثاني، في اصرار الشوط الثاني، ما يبقاش خلاص معروف عننا ان احنا بتوع الشوط الثاني بس، انا نفسي نبقى بتوع المباراه كله ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله رب العالمين. كابتن شريف سريعا عشان قدامنا بالظبط 5 دقائق هنتكلم على التغييرات وهنتكلم عن نجم المباراه. تغييرات طاهر محمد طاهر مكان محمود كهربا في الدقيقه 46. انا هاخدهم باكج كده، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومروان محسن وعمرو الثلاثي رحمه، دول وجه ثاني، دي امكانيات ثانيه، ده شكل ثاني. ناس قاعده بره بتنزل على فرقه حصل لنا الهدف الاولاني، بتنزل على فرقه عايزه تقفل عشان تطلع بماكسيمم بعد ما كانوا كسبانين 2، بقوا عايزين يتعادلوا او يخرجوا خروج امن وسالم يعني من المباراه. انت كان عندك شكل تاني. قصه برضو مباراه شوط اولها نسيان، انا بالنسبه لي مش هقدر اقول ان الشوط الاولاني ده نسيان خالص. لا لا لا، ده تفتيح مخ، ده رؤيه،
ده بيديني الحاجات المهمه جدا اللي انا اخد بالي منها، الاختراقات اللي بتحصل فيا، التغييرات اللي لازم تبقى من اول شوط زي ما عادل قال كده. احنا بقى مش كل مره هتسلم الجره. أيوة. يعني انا عايز الشوط الاول ده ناخد منه الحاجات اللي انا اقدر اعالجها بسرعه. أيوة. يعني ادام جبنا لعيب زي بيكهام بقى نشوفه في الحته دي، ادام بنون عنده برد النهارده ما اعرفش ايه يبقى موجود. ادام يعني يبقى عندك افكتيف، عندك بلس. أيوة. عندك ايجابيات. أيوة. اقوى في الحته دي عشان ما تتعورش تاني، او عشان زي ما انتوا قلتوا في الماتشات اللي جايه مفيش تعويض. أي. انت لازم تبقى عندك سبق التهديف. أي. اللي يلحقك هو بس اللي يحاول يتعادل معاك، يحاول يبقى معاك في الجيم. انما التغييرات الحقيقه التغييرات دي من ماتش سيراميكا، تغييرات من الماتش اللي قبل سيراميكا، التغييرات دي في كل الاوقات، لان دي لعيبه كواليتي، الكواليتي بتاعهم الحقيقه يدي لك الفارق. كابتن علاء، نزول محمد شريف مكان والتر بواليا، ومروان محسن مكان اليو ديانج، وصلاح محسن مكان حسين الشحات، واللعب تقريبا بثلاثه كده راس حربه تقريبا يعني. يمكن صلاح كان بيجي من ناحيه الشمال شويه، لكن ده اثر تاثير ايجابي على الشوط، على النادي الاهلي الشوط الثاني. واثر التغييرات اثرت، وتوقيت التغييرات كانت ممتازه. الهدف ايمن هو بيفرق معاك دايما. توقيت الهدف الاول ممتاز. بص يا ايمن، بدايه بسرعه كده، فريق المقاولين بيلعب على حاجه واحده بس، هدف يجي فيهم. أيوه. مش هدف التاني. أيوه. هم متاكدين ان الاهلي لو جاب جول، دي نوعيه لعيبه ما بتطلعش متعادله. النادي الاهلي بيجيب جول هيطلع لازم يكسب المباراه، وده اللي حصل. الهدف الاول هم خلاص، حتى الامل البسيط قوي انتهى من عندهم، ولسه 2-1 للمقاولين. أيوه. على فكره 2-2. أيوه. هات اي رد فعل لعيب المقاولين، هو عارف ان هو خسر النهارده. أيوه. حتى بعد كده رد الفعل مفيش، حتى المجازفه اللي انت كنت عاملها، اصل مستر موسيماني مش هيجازف ايمن في الملعب غير لما شايف المنافس خلاص. صحيح. حتى الحته يعني هجمه الهدف ده حلو قوي في كل بكل الوجوه. لو رجع لو جبتها كده، في لقطه من خلف المرمى لطاهر وبيحضر نفسه ايمن وبيجري، والخطوه اللي هيشوطها ازاي، وبطن رجله معموله ازاي. مزبوط. هنا بص، هنا بص طاهر واخد القرار. خطواته صغيره قوي ودقيقه جدا. صح. واخر واحده حاطط بطن يعني. بص. صح. هنا هتبان قوي هنا. بص. صح. هنا. صح. صح. بص دي هنا امتياز. مزبوط. وعارف الكره هتروح فين، ولفها في بطن كويس قوي، وفي زحمه قدام الجول ومعموله جامده حلوه قوي على الارض، صعب جدا. هنا خلاص يا ايمن، المباراه هنا يعني بعد الهدف ده خلاص. انا كنت بتفرج بعد الهدف ده خلاص، قلت كده الموضوع يعني، و2-1 الموضوع انتهى تمام. لكن يحسب للنادي الاهلي طبعا، مش يحسب، لان هي دي الثقافه الواحد بيتربى عليها في النادي الاهلي. التعادل بالنسبه له خساره، في مجال انت بتخسر. صح. ما ينفعش اطلع خسران النهارده. الروح والاداء وروح الفانله الحمراء وحماس اللاعبين وثقتهم في نفسهم، اعتقد كل دي اديتك النهارده انك تكسب المباراه دي على طول. كابتن اسامه، تغيير عمرو السوليه لياسر ابراهيم ورجوع حمدي فتحي ورا، تغيير منطقي؟ ما هو خلاص بعد التعادل عايز يكسب. هو اللي حصل ان هو تغيير الطاهر بكهرباء الاول، ثم تغييرتين شريف ومروان محسن ديانجو بواليا، لعب اقرب ل 4-1-3-2. يعني هو لعب بحمدي وقفشه لما طلع ديانج، اتنين ارتكاز بس قفشه قدامه، يعني يعتبر كان حمدي فتحي الاول قدام المدافعين، وثلاثه اللي هو طاهر وقفشه والشحات ومروان وشريف. هو استمر على كده، نزل عمرو السوليه مكان حمدي فتحي ومكان ياسر ابراهيم، ورجع حمدي فتحي اللي هو احيانا في ماتشات شفناها كام باك مع النادي الاهلي او 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 مع نادي انبي. أي. عشان يزيد الضغط على المقاولين، وفضل استمر كده مع صلاح محسن ناحيه الشمال والناحيه الثانيه طاهر، او العكس، طاهر ناحيه الشمال وصلاح محسن ناحيه اليمين، بيتبدلوها، وراسين حربه اللي هو مروان وشريف، وتحتيهم قفشه، ووراهم عمرو السوليه، وحمدي فتحي رجع مكان ياسر ابراهيم. فهو لعب 4-2 او 4-1-3-2 عشان يزود الكثافه. وزي ما علاء قال، ان هو المقاولين بعد الهدف الاولاني والتعادل، انا اعتقد ان هم احساسهم انه خلاص خسروا المباراه. صحيح. فكانت التغييرات مؤثره وجابوا 3 اهداف جميله يعني. كابتن عادل، التغييرات منطقيه ومؤثره في توقيتاتها، وتقول لي كمان نجم المباراه من وجهه نظرك. طيب يعني انا اقول لك يا كابتن، هو يمكن دي من وجهه نظري، انه مستر موسيماني لعب بثلاثه فلات في اوقات من كتير من المباراه بحمدي فتحي نزل، وكان ياسر وايمن اشرف، وبعدين 3-4-3 بهاني ومعلول كان طرفين، ولعب كان ديانج، ولما نزل طاهر محمد طاهر كان ناحيه الشمال، لما حتى
لما احرز الهدف، وحسين الشحات كان ناحيه اليمين، وكان في الوسط شريف. المهم في الاخر ان التغييرات جت في اوقاتها ممتازه، يعني اوقات كويسه قوي. حتى لما جبنا الجون الثالث موسيماني رجع وقال لهم نلعب اربعه ورا، نلعب اربعه ورا. انا بتهيألي انه نجم المباراه بلا جدال علي معلول، افضل لاعب في ال 22 لعيب. كابتن شريف نجم المباراه؟ علي معلول. كابتن علاء؟ علي معلول. كابتن اسامه؟ طبعا علي معلول. وانا علي معلول. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر العباس والحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا.